FM. الكلمة ليك. ليديتو. 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 شلون ما شنو على شنو اخترت باش تعطينا خرافة بكل الامور والسبري ديكالي هذاك سي رجاء. اليوم جمعة. اي. والملائكة مجتمعة. القلوب متوالفة منورة بالإيمان وتنادي يا رب يحفظنا واحفظ أهلنا ومالينا وجميع المسلمين من البغضاء والمنكر ومن شر حاسد إذا حسد. بعد علينا الجهل والجهلاء والجاهلية القديمة والجديدة، وافتح أبصارنا على طريق السلاح والفلاح، وما تخلي حتى مرض يصيبنا لا في أبداننا ولا في نفوسنا. وبعد علينا الغش والنفاق والبهتان بكل ألوانه. رانا يا سيدي ربي يا كريم يا رحمن، تعبنا من اللف والدوران من النية المقعمزة في بلادنا وفي بلاد المسلمين. رانا ملينا من سوء النية والحسابات الأنانية، وهلكونا كل عشية بالصور الهمجية والمناظر الحربية. مسلمين داهمين على مسلمين باسم الحقيقة الربانية اللي مرة سنية ومرة شيعية، مرة مالكية ومرة حنبلية، مرة مع شيخ الألباني ومرة مع ابن قيم الجوزية إلى آخره. احنا هكا هالأيامات وهل أتاك نبأ صفاقس ومعركة الأئمة المعزولين وتحركات الجوادية والعفاسية ضد الشيخ بطيخ والشيخ الكراي الإمام الجديد، وهو من سلالة سيدي الكراي وما أدراك. قال لك سيدي الكراي خلط من المغرب، في من بر المغرب، من بر المغرب قدام سور صفاقس ما حلولوش الباب، كانوا هكا يسكروا ببن السور مع سلالة المغرب. وخر على بغلته وقال بسم الله وبالله، ونقز بها فوق السور وركز في البقعة اللي قامت عليها زاويته. إمام مساكن المعزول خلط عليهم وجمع الجموع وقال تحرم الصلاة صلاة الجمعة والعياذ بالله إلى سماحته ما يرجعش المنبر. ولاتش مسلسل في التلفزة وفكيدي من شوشتك والناس تتفرج تكذب وتنسي. يا سيدي كل واحد على حق رجحة، أما راكم غالطين في الدريسة، هذه بيوت الله أذن أن ترفع لذكر الله. راهي ما هيش سوق ودلال، ما هيش إمامة مدى الحياة، ما هيش مكتب كتلة ولجنة مركزية في حزيب من الأحزاب، ما هيش نادي كورة واحد يزيد في الماء والآخر يزيد في الدقيق، ما هيش نيابة خصوصية وعرك حوم. راهي مساجد أذن الله أن ترفع لملك هذا ولا هذا. راهي لا رهبانية في الإسلام، لا عنا فاتيكان لا أسقف ولا ربان، عنا مؤمنين موحدين يجتمعوا كل يوم وخاصة يوم الجمعة والملائكة مجتمعة باش تتوحد قلوبهم ويسمعوا القرآن الكريم خاشعين ويسمعوا أحاديث النبي الأعظم ويتنوروا بما يصلح دنياهم ويزين آخرتهم. ما يسمعوا كان العلماء الأتقياء، لأن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، واللي غالط في العنوان دلوه على ثنية صحيحة. يا أخي اعمل فلاح، اعمل شركة خاصة ولا تجارة رابحة، واخطاك من عرك والخصام على ملك له ملكك وله ملك حد غيرك، إلا ملك لله فهو حي لا يموت وله الملكوت. وجمعتكم طيبة ويومكم أسعد الأيام. ليديتو. ليديتو. كاب FM. الكلمة ليك.